بداية رح تبلش أخبارنا من عند الفنانة سيرين عبد النور، ويلي سألها الإعلامي نيشان ليش ما في عمل مشترك بين سيرين ونادين نسيب نجيمة، وجاوبت بأنه كان في ونادين رفضت، ورجع ليسألها إذا بيباركوا لبعض بعد أي نجاح، وجاوبت بلا ما منبارك لبعض. وما طولت الفنانة نادين بالرد: حلو الإنسان لما يحكي زين كلامه كرمال قيمته، وأهم شيء المصداقية بالكلام. في مثل بيقول: خالف تعرف. الفن لذة وكيمياء واحترام ومحبة، إذا ما نوجدوا صعبة يجتمعوا. وأضافت إنها ما لم تضطر تشتغل مع ناس مو مريحة. ومن هالخبر رح نروح لعند الدعاوي القضائية المتتالية بين أنجلينا جولي وبراد بيت. فبعد كتير من الدعاوي بترجع أنجلينا من جديد لتحكي عن الأذى اللي سببه براد من خن أولادها وضربهم والتعدي عليها وضربها على راسها، وهالشي وقت ركوبهم بالطيارة. وقالت أنه رغم تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحادث اللي صار على الطيارة، وأنه أكدت لهم تعرضها لجروح وقدمت صور كدليل، بس لسه ما وجهوا اتهام لبراد، بالعكس هو يلي وجه لهم اتهامات. وخبرنا الأخير بنيويورك بعيداً عن الخلافات والفن تماماً، يبدو أنه في مجموعة نساء حبت تكون سلاحف النينجا بالواقع، بس باسم مختلف وهو نيون الخضراء. مجموعة من 6 نساء جمعوا حالهم ليسرقوا ويتعدوا على العالم، وفعلاً هن 6 ببدلات لونها أخضر فاقع هاجموا قطار وسرقوا بطاقات الائتمان والجوالات والمصاري.